خوفاً من القصف الإسرائيلي، سلطة الأسد تقيد تحركات عناصر حزب الله والميليشيات الإيرانية في مناطقها. حقوقي كردي يؤكد تعرض الأطفال المختطفين من قبل PKK لعنف شديد في معسكرات التجنيد، ورايتس ووتش تقول إن تجنيد الأطفال جريمة حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني. أزمة السكن الشبابي في إدلب، وعود متكررة من حكومة الإنقاذ وحلول مؤجلة منذ سنوات. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. قيدت سلطة الأسد حركة عناصر حزب الله والميليشيات الموالية لإيران في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، وصادرت مستودعي ذخيرة لحزب الله في ريف دمشق خوفا من الاستهدافات الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت طلبت فيه روسيا من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني إخلاء مقرات الميليشيا التابعة لإيران القريبة من مطار دير الزور العسكري وعدة مناطق أخرى في مدينة دير الزور. التفاصيل في التقرير التالي. حالة من النفور والاستياء وتقييد للحركة، أساليب جديدة تعتمدها سلطة الأسد وروسيا تجاه التواجد الإيراني في الأراضي السورية، والذي بات ذريعة لتصاعد الضربات الإسرائيلية في البلاد. قناة سكاي نيوز نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن سلطة الأسد قامت بتقييد حركة عناصر حزب الله والميليشيات الموالية لإيران باتجاه الجولان وفي مدينة حمص ومحيطها خوفا من الاستهدافات الإسرائيلية، كما صادرت مستودعي ذخيرة لحزب الله في ريف دمشق دون تحديدها بدقة. أما روسيا فطلبت من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني إخلاء مقرات الميليشيات التابعة لإيران القريبة من مطار دير الزور العسكري وعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة بين الطرفين في مبنى أمن الدولة التابع لسلطة الأسد وفق موقع دير الزور 24 المحلي. تقييد سلطة الأسد وروسيا للميليشيات الإيرانية ضرب ثقة القيادات الإيرانية واللبنانية بعناصر الميليشيات التابعة لها من السوريين في دير الزور بحسب صحيفة الشرق الأوسط، والتي أشارت إلى أن الميليشيات بدأت بحملة دهم لمنازل العناصر المشكوك بتسريبها معلومات أمنية. كما لفتت الصحيفة إلى أن عناصر ميليشيا حزب الله أصبحت تتذمر من عناصر سلطة الأسد، وأن مشادات حادة حصلت بين عناصر حزب الله المكلفين بنقل العائلات الوافدة من لبنان إلى العراق عن طريق دير الزور وقوات الأسد على الحواجز على خلفية شعور عناصر حزب الله بأن سلطة الأسد خذلتهم. تبدأ سلطة الأسد باتخاذ خطوات ومواقف جدية تعبر عن نأيها بالنفس عن الصراع الإسرائيلي الإيراني، والذي بدأت تداعياته تتنقل تدريجيا إلى الأراضي السورية عبر تكثيف إسرائيل لضرباتها على المواقع التي تتواجد فيها الميليشيات المدعومة من إيران في البلاد، غير أن القادم لا يمكن توقعه، لا سيما أن الميليشيات الإيرانية تستطيع الدخول إلى سوريا وإلى الكثير من النقاط والمواقع دون موافقة الأسد. وينضم إلينا السيد مصطفى النعيمي، باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من هاتاي. أهلا وسهلا بك. هل فعلا سلطة الأسد تمتلك القدرة لتقييد حركات الميليشيات الإيرانية؟ تحياتي لك سيد جهاد، تحياتي للسادة مشاهدي قناة حلب اليوم. نعم، لا شك أن الميليشيات الإيرانية اليوم باتت تهيمن على كامل الدولة أو ما يطلق عليه ما تبقى من الدولة السورية، وبات النظام السوري غير قادر على كبح جماح تلك الميليشيات. لذلك نلاحظ أن التحركات اليوم هي تحركات روسية ضد الميليشيات الإيرانية، بدلالة واضحة على أن هنالك حالة من الحرج الشديد من قبل القوات الروسية نظرا لوجود انتهاكات مستمرة، وربما قد تساهم بشكل أو بآخر عمليا في إيجاد وسائل ضغط على الجانب الروسي، لا سيما بالمكتسبات التي حققها في التواجد في داخل الجغرافيا السورية. نتحدث عن قاعدة حميميم التي تعتبر أهم القواعد العسكرية التي يعني من خلالها سيطر الروس على كامل الجغرافيا السورية، من خلال يعني التفاهمات التي جرت مع النظام السوري والتفاهمات بخصوص موضوع الملاحة الجوية بشكل عام. نلاحظ أن النظام الروسي بشكل عام هو يسيطر يعني على كامل الجغرافيا والسماء السورية.
في مناطق سيطرة النظام، بينما النظام السوري غير مؤثر وغير موجود تقريبا في الغالبية العظمى من تلك المناطق، وبغض النظر عن وجوده في دير الزور من عدمه، إلا أن هذه الميليشيات باتت تستخدم هذا الطريق الدولي الرابط ما بين القائم البوكمال وصولا إلى الحدود اللبنانية كممر بالنسبة لها في عمليات التهريب الأسلحة وغيرها. لذلك نلاحظ أن الوجود الروسي اليوم هو بدأ بالحديث عن مطار دير الزور العسكري الذي تحاول روسيا أيضا انتزاع كامل الصلاحيات بحيث أنها تسيطر عليه بشكل كامل كي تقيد الضربات الأمريكية. ما هو مستقبل الميليشيات الإيرانية في سوريا في ظل الضغوط التي تتعرض لها من قبل روسيا وسلطة الأسد؟ أنا أعتقد بأن الميليشيات الإيرانية باتت اليوم مهددة من كامل القوى الدولية، لا سيما وأن الولايات المتحدة والتحالف الدولي وإضافة لإسرائيل هنالك مشروع متكامل أعتقد في هذا بهذا الخصوص، لا سيما ما بعد الضربات الأخيرة التي وجهت لها، فبالتالي هي في حالة ضعف شديد وهنالك انسحابات وانكسارات تجري في الجبهة اللبنانية إضافة إلى الجبهة الجنوبية من سوريا. نلاحظ أن هنالك ضربات مستمرة كذلك أيضا في محيط محافظة دير الزور وتحديدا غرب الفرات على الضفة الغربية لنهر الفرات، نلاحظ أن هنالك استهدافات من قبل قوات التحالف الدولي وكذلك أيضا واشنطن تقوم بتنفيذ عمليات جوية بشكل شبه مستمر، إضافة إلى القذائف الصاروخية التي تستهدف تموضع تلك الميليشيات. وطبيعة التموضع الميليشياوي اليوم في محيط محافظة دير الزور وفي غالبية العظمى من المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات هو متغير وليس ثابت، لذلك هنالك حالة من انسحابات من نقاط استراتيجية تعتبرها روسيا ربما هي أهم النقاط العسكرية بالنسبة لها، لذلك هي تحاول السيطرة على تلك المدينة وإبعاد شبح توجيه ضربات إسرائيلية أو أمريكية أو للتحالف الدولي تجاه الميليشيات الإيرانية، وبنفس نعم التوقيت سيد هي مصطفى. تقييد أكبر برأيك كم كيف من سيؤثر التحركات. تقييد سلطة الأسد وروسيا لتحركات الميليشيات الإيرانية على علاقتهما مع إيران؟ أنا أعتقد بأن النظام السوري غير قادر على تحييد الميليشيات الإيرانية بشكل مطلق، لكن فيما لو كان هنالك قرارا روسيا أعتقد بأنه من الممكن أن يتم تطبيقه نظرا لوجود تفاهمات، لا سيما أن روسيا ملتزمة بتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي بخصوص اتفاقية مدراء الأمن القومي بالمنطقة الجنوبية من سوريا، وربما قد يتوسع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل التحركات الميليشياوية في كامل الجغرافيا السورية لا سيما ما بعد توجيه تلك الضربات. فعمليا النظام السوري غير قادر حقيقة الأمر، لكن من يمسك زمام المبادرة أو المبادرة في مناطق سيطرة النظام، هنا أتحدث عن الموقف العسكري بالتحديد، هو الجانب الروسي، فبالتالي الصراع الحقيقي اليوم الحاصل في داخل الجغرافيا السورية هو صراع روسيا مع الميليشيات الإيرانية، ولأول مرة نتحدث عن تغير الصدام، في السابق نتحدث عن تحالفات ما بين إيران وكذلك أيضا النظام السوري وصولا إلى القوات الروسية، لكن اليوم هنالك حالة من الامتعاض الشديد من تحركات تلك الميليشيات، النظام السوري غير قادر على كبح جماح تلك الميليشيات، لذلك يلجأ إلى تفويض الجانب الروسي من أجل تنفيذ رغبات النظام السوري للبقاء لأطول فترة ممكنة في السلطة، لذلك نرى بأن هنالك حالة من الامتعاض الكبير في تلك المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وهنالك في بعض الأحيان اشتباكات وهنالك اعتقالات لقادة في الحرس الثوري الإيراني أو حتى في ميليشيا حزب الله، نتحدث عن مجموعة من القادة الذين تم اعتقالهم من قبل النظام السوري وتحديدا المخابرات الجوية اقتادت الكثير منهم، فبالتالي مرحلة الصدام أنا أعتقد بدأت في داخل الجغرافيا السورية، هنا أتحدث داخل المحور، داخل المحور الإيراني بشقيه، النظام السوري والميليشيات الولائية متعددة الجنسية، لكن ما هي خيارات طهران ما بعد هذا المتغير؟ أنا أعتقد بأن طهران ربما قد تقدم على سحب الكثير من خبرائها، لكن ستبقي العنصر البشري المقاتل في الجبهات، وبنفس التوقيت سيؤدي تراجع القوات أو تراجع القيادة الإيرانية في المنطقة إلى مزيد من الهزائم في الجبهات، فبالتالي مرجح جدا أن يكون هناك تقدم للقوات يعني القوات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية من سوريا بالتحديد باتجاه العاصمة السورية عذرا دمشق كما يضيق هددت. الوقت، شكرا لك سيد مصطفى النعيمي، باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، كنت معنا من هاتاي. استولت ميليشيات حزب الله اللبناني على منازل في أحياء الفيلات والضاحية والقصور بمدينة دير الزور لإيواء اللاجئين اللبنانيين بحسب موقع دير الزور 24، وأفاد الموقع أن المنازل أخلاها ساكنوها بسبب قربها من الميليشيات الإيرانية التي تتعرض للغارات الجوية باستمرار، في حين أفاد الموقع أن مكتب الأمن الإيراني في مدينة الميادين فتح تحقيقات موسعة إثر نشر وتسريب معلومات تتعلق بها، وأنه اعتقل أحد عناصر الميليشيات المحلية بتهمة تسريب المعلومات إلى جهات معادية بحد وصفه.
صرح الناشط الحقوقي الكردي السوري محمود علو بأن قسد ما تزال محتفظة بمئات الأطفال الأكراد الذين اختطفتهم وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري من مناطق مثل الحسكة وعين العرب وغيرها، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للعنف الشديد كما يتعرض أهاليهم للتهديدات إذا طالبوا بأبنائهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في أعماق معسكرات التجنيد التابعة لقسد شمال شرقي سوريا يتعرض الأطفال المختطفون للعنف الشديد. الناشط الحقوقي الكردي السوري محمد علو أكد ذلك في تصريح لشبكة باص نيوز، وقال إن ما تسمى الشبيبة الثورية ما تزال محتفظة بمئات الأطفال الأكراد الذين اختطفتهم وساقتهم للتجنيد الإجباري في الحسكة وعين العرب ومناطق أخرى. الأطفال ليسوا وحدهم من يكتوون بنار التجنيد، بل يكتوي بها أهاليهم الذين يتلهفون لعودة أبنائهم إليهم. ومع ذلك فإن قسد تهدد هؤلاء الأهالي بالاعتقال في حال طالبوا بأولادهم، كما أن الأطفال أنفسهم يتعرضون داخل المعسكرات للسجن والضرب والتعنيف إذا طالبوا بالعودة لذويهم وفق علو. تستهدف قسد فئة معينة من الأطفال، فقد أوضح علو أنها تركز في عمليات التجنيد على أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاماً و 17 عاماً، لافتاً إلى أنه خلال العام الجاري تم اختطاف أكثر من 100 طفل وطفلة. هذه التصريحات تتوافق مع توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة Human Rights Watch التي أكدت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة واستخدامهم في النزاعات ينتهك القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في سياق حديثها عن ممارسات قسد. ومع استمرار قسد في انتهاكاتها بحق الطفولة تتزايد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم التي ترتكب في وضح النهار دون رادع حقيقي. وتنضم إلينا السيدة اسمهان داوود ممثلة تيار المستقبل الكردي من أربيل، أهلا وسهلا بك. بداية، ما تأثير هذه الانتهاكات على الأسر في شمال شرق سوريا، خاصة تلك التي فقدت أبنائها نتيجة التجنيد الإجباري؟ تحية لكم ولجميع متابعي قناة حلب. بصراحة أن ظاهرة خطف القواصر سواء كانوا ذكور أو إناث هي ظاهرة قديمة، فهي منذ بداية الثمانينات من بداية ظهور حزب العمال الكردستاني في تركيا، ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت وتيرتها على يد الشبيبة الثورية أو ما يسمى بجوان شورشجر. وهذه العملية يعني تتم تحت إشراف مباشر من كوادر البككة، وكما جاء في تقريركم بأن هؤلاء الأطفال يتعرضون الى يعني اثناء تجنيدهم في صفوف قوات القسديه يخطفون يخضعون لتدريبات عسكريه قاسيه لا تتناسب اعمارهم، واحيانا تؤدي هذه التدريبات القاسيه الى موتهم او استشهادهم، ويتعرضون للسجن والضرب في حال عدم قدرتهم على متابعه هذه التدريبات او محاولتهم الهروب من هذه من هذا التجنيد او اي مخالفه صغيره. والاخطر من هذا كله اخضاعهم لدورات سياسيه والتي بدورها تغسل ادمغتهم وتبعدهم عن الحياه الاجتماعيه وعن اهاليهم. في هذه الحاله بعض الاطفال تحدثين عن الجهود المحليه والدوليه التي تبذل في سبيل ايقاف او الحد من التجنيد الاجباري للاطفال في صفوف قسد. نعم، هناك فكرة صغيرة أريد أن أوصلها، أن هؤلاء الأطفال عندما يخضعون لهذه الدورات السياسية يصابون بأمراض نفسية نظرا لصغر سنهم وعدم استطاعتهم تحمل البعد عن أهاليهم، وبعضهم يتحول فكريا إلى أشد قسوة، يعني يتجه تفكيرهم نحو القتل والشر بهذه. يعني نحن في تيار المستقبل الكردي والمجلس الوطني الكردي دائما نتوجه بنداءاتنا الى الامم المتحده، الى حقوق الانسان، الى حقوق الطفل، للحد من هذه الانتهاكات، وخاصه مع وجود الامريكان الذي تحمي قسده
في هذه المنطقة، ولكن نشاهد بأن هذه التصرفات وهذا التجنيد القواصر يجري تحت عيونهم، ولا أحد يقوم بوقف هذه الانتهاكات. حتى أهل الأطفال فإنهم يعانون الكثير، يتعرضون للتهديد والاعتقال إذا طالبوا بأولادهم. هل تظنين أن هناك تواطؤ أو تهاون من بعض الأطراف الدولية في قضية التجنيد الإجباري الذي تقوم به قسد؟ نعم، رغم أن قائد قسدي مظلوم عبدي وقع مع الأمم المتحدة بأنه سيمنع التجنيد الإجباري، ولكن هذا التجنيد ما زال مستمر أمام أعين حقوق الإنسان وحقوق الطفل وكل ما المسميات التي المنظمات التي تدعي حقوق الإنسان. للأسف أن المناطق التي تحكمها قسدي مليئة بالانتهاكات، وخاصة الانتهاكات التي تجري بحقوق الأطفال. يجب على هذه المنظومة مراجعة نفسها والحد وقف هذه الانتهاكات، كما يجب على المنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها وواجباتها لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لانتهاكات القسدة بحق الأطفال والمنطقة بكاملها. شكرا لك السيدة اسمهان داوود، ممثلة تيار المستقبل الكردي، كنت معنا من أربيل. ساد توتر عسكري على معبر الحمران عقب لجوء مجموعة من أحرار عولان التي اغتالت الشاب فواز أبو حذيفة إلى المعبر، وتوجه أهالي الشاب إلى هناك. كشف مصدر خاص لحلب اليوم أن عناصر يتبعون لأحرار عولان اغتالوا الليلة الماضية الشاب فواز أحد العاملين في الشرطة العسكرية بمنطقة الغندورة شرقي حلب، مؤكدا أن الشاب ذو سمعة جيدة وكان يقوم بحجز السيارات التي تعمل على التهريب بين مناطق سيطرة قسد والمنطقة، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية في جرابلس ستطلق عملية أمنية لملاحقة المتهمين بالاغتيال. أصيب ثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة لدى سلطة الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لهم عند دوار الحمامة بمدينة درعا بحسب تجمع أحرار حوران. كما أصيب ستة عناصر آخرون جراء استهداف دورية أمنية بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والغارية الشرقية في ريف درعا بحسب المصدر ذاته. ويذكر أن مجموعات محلية في درعا أعطت مهلة لسلطة الأسد خلال يوم أمس الجمعة لم تحدد مدتها للإفراج عن الشاب سميح خالد زين العابدين من أبناء مدينة إنخل الذي اعتقله الأمن الجنائي التابع للسلطة من ريف دمشق. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. منها الكيوي، شاب مهجر من مدينة حلب يبدع في تجاربه الزراعية ونقل الزراعات المختلفة لمنطقة حارم شمال إدلب. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. جدد مكتتبو السكن الشبابي في مدينة إدلب احتجاجاتهم مطالبين حكومة الإنقاذ الالتزام بوعودها لهم وتسليمهم الشقق السكنية والتي سجلوا عليها ودفعوا قسما كبيرا من أقساطها منذ عام 2005، وتحولت بعد التهجير تلك المساكن إلى مأوى للمهجرين. بعد ثلاثة أشهر من وعود قدمتها مديرية الإسكان العامة في حكومة الإنقاذ إلى مكتتبي السكن الشبابي والإدخار السكني في إدلب بحل قضيتهم العالقة منذ سنوات، تعود الاحتجاجات مرة أخرى بعد تخلف المديرية عن تسليم الشقق أو تعويض المكتتبين في السكن الشبابي، مما اضطر المديرية لعقد اجتماع جديد معهم. بالإدخار من 2005 صار لنا 20 سنة عم يعدونا وعود اليوم وبكره فما شلون، ونحن دافعين دم قلبنا ساكنين بالاجار. يعني هلا انا ما انا مكتتب دافع اكثر من نص حق الارض، اكثر من نص حقها اقعدوا بالاجار. كانت المخرجات هي على الشكل التالي، خلال شهر من اليوم يعني قبل 15/11 اعطينا عهد بان تتم أن يتم تخصيصنا بشققنا السكنية المكتتبين عليها، إن كان في الادخار السكني وإن كان في السكن الشبابي. خلال الاجتماع بررت المديرية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية تأخرها عن تسليم الشقق لمستحقيها باعتبار الشقق شاغرة من قبل عائلات مهجرة من مناطق شتى،
ورغم تأمين المديرية مساكن بديلة للمهجرين، لكن رفضهم إخلاء السكن الشبابي والانتقال للمساكن البديلة يبقى العائق الأكبر أمام تنفيذ المديرية وعودها. كان هناك وقفة احتجاجية أمام وزارة الإدارة المحلية والخدمات أيضا تأكيدا على مطالبتهم بمساكنهم، وتم عقد جلسة في قاعة اجتماعات وزارة الإدارة المحلية والخدمات لمداولة ومناقشة الإمكانيات المتاحة للإسراع بخطوات تسليمهم شققهم وتخصيصهم بها. ومن جملة هذه المناقشات تم وعد المكتتبين بتخصيصهم في مشروع السكن الشباب الشمالي خلال مدة أقصاها شهر بإذن الله تعالى. في اختتام الاجتماع جددت المديرية وعودها باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية الإخلاء وضمان تسليم المساكن لمستحقيها ضمن فترة زمنية محددة، ووعود عبر عدد من المكتتبين عن شكوكهم في جديتها، مشيرين إلى أن مثل هذه التعهدات قدمت في اجتماعات سابقة دون نتائج ملموسة. حذرت ديفيد كاردين نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية، كما أعرب عن قلقه مع ورود التقارير عن وقوع هجمات في محافظة إدلب بما في ذلك التأثير على أحد الأسواق، إضافة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لجميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي. طالبت هيئة التفاوض السورية الأمم المتحدة بتشكيل آلية مراقبة لضمان عدم اعتقال السوريين العائدين من لبنان نتيجة الحرب الدائرة فيها. جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الهيئة بدر جاموس والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحثا من خلاله الوضع السياسي الإقليمي والدولي وتأثيره على الملف السوري، حيث أكد جاموس على أهمية تقديم الدعم للاجئين السوريين غير القادرين على العودة من لبنان إلى سوريا بسبب المخاطر التي تحملها عودتهم، وكذلك تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين العائدين إلى سوريا وعدم إتاحة الفرصة لسلطة الأسد لنهب المساعدات والمعونات المقدمة لهم. بدأ أهالي عفرين بجني محصول الزيتون مبكرا وقبل الوقت المحدد من قبل غرفة الزراعة في المنطقة، كما باشرت معاصر زيت الزيتون عملها بالتوازي مع بدء القطاف. فلنتابع. جالسا قرب محصوله وكأنه كنز ثمين، العم أبو أصلان من سكان عفرين لجأ لجني محصوله من موسم الزيتون وعصره مبكرا وعلى غير المعتاد، رغم أن مديرية الزراعة كانت قد حددت تاريخ 15 من شهر تشرين الأول موعدا لقطاف الزيتون وتشغيل معاصر الزيت. ينزل مطر يأكل مطر الزيتون بصير أفضل، كل ما تأخر بصير أحسن، بس نسبة ما بنحسن تأخر، يعني أحفارة كله بيهر وبيضيع تحت الأرض، يعني بس الحمد لله الموسم السنة أحسن من الأول. لا الحمد لله الموسم خير، بس نسبة مطر كان سنة قليلة، يعني شوي زيتون تأثرت يعني جعلك. عدد كبير من أصحاب المعاصر بدأ بتجهيزها والبعض الآخر قام بتشغيلها وباشر العصر بشكل فعلي وسط توقعات بمحصول جيد وأوفر من العام الماضي، وعلى مدار شهرين قادمين لن تتوقف عجلة معاصر الزيتون في موسم يحمل معه الأمل للأهالي. كل ما طولت على الأخ المزارع في عصر الزيتون راح يرتفع أسيد الزيت، ونحن الحمد لله رب العالمين لهذا العام أحضرنا آلات حديثة تكنولوجيا ألمانية من أجل هذا الموضوع. كان المزارعين في السنوات السابقة يعانون من نسبة ارتفاع أسيد الزيت بسبب زحمة المزارعين على الدور، والحمد لله نحن في هذا العام سوف نتلافى هذا الموضوع. رغم وفرة موسم هذا العام إلا أن التوقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون ضعيف، ويتراوح سعرها اليوم ما بين 70 و80 دولارا أمريكيا، وكانت سجلت العام الماضي أسعارا قياسية للتنكة الواحدة وصلت للمئة دولار. توقعات بموسم وفير هذا العام بحسب أصحاب المعاصر من خلال نسبة الزيت المستخرجة، لكن ما يعكر صفو الموسم
قلة نسبة الأمطار وبعض السرقات التي تطال الأشجار. أحمد شمالي، حلب اليوم، عفرين. شاب مهجر من مدينة حلب بدأ بتجربة زراعة الكيوي مؤخرا ونجح فيها، كما أبدع في تجاربه الزراعية ونقل الزراعات المختلفة لمنطقة حارم شمال إدلب، فلنتابع. طه الحلبي مهجر من مدينة حلب، تهجرنا لهون على إدلب وجيت لهون على منطقة حارم كونها منطقة زراعية بحتة، وصرت اشتغل بمجال اللي انا بشتغله، يعني موضوع المشتل الزراعي. طبعا بشتغل على عده انواع، من العنب، من المشمر، الراء، خوخ، جميع انواع المثمره، اضافه لنبات زينه والنبات الحراجي. وصرنا نشتغل على موضوع الكيوي، والحمد لله كانت النتيجه ناجحه مثل ما شفت. يعني الكيوي بيحتاج لدكر وانتي، الدكر مو شرط يكون قباله انتي وحده، ممكن أربعة ممكن ثمانية، المهم يكون موضوع الذكر موجود لتتم عملية موضوع التلقيح والإنتاج. يعني ومثل ما شفت الصور، يعني الكيوي بينزرع بالبذور أو بالعقال، بعد تقريبا سنتين بتم تطعيمه إما أنت أو ذكر حسب الحاجة يعني، وبينزرع بالأرض. زراعته على نفس مبدأ العريشة العنب، ما بيحتاج يعني ما بيفرقش عن موضوع العنب، بس التربة اللي مناسبة له هي التربة الرملية. يعني بشكل عام التربة الرملية أفضل من التربة الطينية، إضافة لأنه بيحتاج حديد ومي كتيرة، يعني غير عن الدوالي، بس هو نفس نظام الديلية، نفس نظام العريشة، ما بيختلف أبدا، بس موضوع المي والحديد. هلأ نحن أيام حلب كنا نشتغل بشكل عام بالأشجار، كان يجي كيوي من الساحل، بس ما كان يعني ما كان حدا عنده هالخبرة لأنه يستمر لحتى يسمر وينتج. الحمد لله هون ضلينا على هالموضوع، مثل ما شفت زرعناهم بالأرض واعتنينا فيهم لحد ما أسمروا. والله بالنسبة للكيوي يعني إن شاء الله مستمرين بالموضوع، مستمرين على يعني هلأ من جديد عم نسمع أنه في أنواع كيوي نازل على السوق أنه ما بيحتاج الذكر، فإن شاء الله بدنا نحاول نجيب منه ونشتغل على هذا الموضوع كمان. نهاية نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم في رعاية الله.